اهلا وسهلا جدا اعزائي المشاهدين. خلينا ناخذ نبذه سريعه عن الجهاز. كما ترون التون مايسترو مجهز ب 12 مفتاح اللي بترمز للسلم الموسيقي من الدو الى السي. قمنا ايضا باضافه مفتاحين للترانسبوز اي تحويل الطبقه. هناك ايضا الشاشه الكبيره اللي ادخلناها على الجهاز بحجم 1.8 انش حتى يتسنى للعازف ان يرى المعلومات بسهوله. قمنا ايضا بادخال الداتا انكودر اي عتله المعلومات. مهمة جدا هاي الميزة لأنه راح تساعد الموسيقي بتنصيب الجهاز بأسرع وقت وأيضا باستخدامه في تنفيذ أو تطبيق بعض التونات اللي راح يستخدمها. بإمكان أيضا التون مايسترو التحكم بثلاث أورجات كما نرى. قمنا بإدخال منافذ ميدي من 3 ميدي إن و 3 ميدي أوت. بإمكان التون مايسترو أيضا أن يتحكم بالإكسبريشن بيدل إضافة إلى الجهاز طبعا. فإذا الموسيقي عنده Expression Pedal بإمكانه يضيف Expression Pedal إلى نظام الموسيقي. هناك ميزة أخرى أيضا في التون مايسترو جميلة جدا وقوية اللي هي المقامات والبريسيت. كما ترون أضفنا 4 مفاتيح إلى الجهاز. طبعا المقامات هي الصبا، السيجا، البيات والرست. إذا حب العازف أن يستخدمها كمقامات فبإمكانه، أو إذا حاب أن يستخدمها كبريسيت فبإمكانه أيضا. راح نقوم الآن بتنصيب الجهاز وكيفية استخدامه، فخليكم ويانا.